في بيجي محمد ما تيجي بقول لك ايه تعالى وصل دي بدي كده اهي ومشي قدام شويه وحط حرف الالف وحطه لي هنا كده بقت حرف ايه طاء حركه اهي نفس الحركه بتاعت حرف الراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين احبائي المشتركين من المغطى العربي الكبير هذه تحياتي محمد ابو المجد من قناه عشاق الخط العربي على اليوتيوب درس النهارده شباب هو طريقه عبقريه لكتابه الحروف بخط الرقعه النهارده جايبين لكم طريقه سهله جدا 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 للناس الصغيرين اللي عايزين يحسنوا خطهم ومش عارفين تعال اعمل لي احنا قبل كده ان الكتابه في خط الرقعه لابد ان تكون ايه مائله اهي بالشكل ده صح مش قلنا كده قبل كده وقلنا برضو إن الكتابة العلوية أو الرأسية حرف ألف أو الشرع حتى بتاعة حرف الطاء أو حرف لام أو حرف كاف بتكون مايلة شوية إيه ناحية اليسار كده تمام تعالى برضو اعمل لي سلم ده لده أهو كده إحنا ما عملناش حاجة كده إحنا ما عملناش حاجة خالص أهو تمام هتيجي تعمل لي واحدة تانية أهي ومن هنا لهنا، وهتسلم دي لدي، ركز معايا لأن دلوقتي هتتفاجئ مفاجأة عمرك، مفاجأة عمرك هتتفاجئها دلوقتي وإحنا بنقول على الطريق شايف؟ هتسلم دي لدي، وهتسلم دي لدي، أهي، أهي، وهتيجي تعمل كده برضو، وتسلم دي لدي. هتيجي تعمل كده، وتسلم دي. لدي. لدي عايز اقول لك بقى تعالى برضو اعمل لي دي تاني كده اهي وسلم دي لدي عايز اقول لك ان الاختصار هو ده خط الرقعة يعني ايه حرف الالف بيجي ازاي حرف الالف من هنا لهنا بقى حرف ايه الف حرف الالف من هنا بناخد الضلع ده ونقف هنا بقى ده ايه حرف الف اهو عملنا حرف الألف والهمز عبارة عن إيه؟ شرط ثم شرط ثم عكسها. طيب يا أستاذ محمد حرف الباء هنجيبه إزاي؟ حرف الباء هتيجي تعمل حركة كده بس. أنت كده جبت حرف الباء تجيبه هنا وبعدين كده. اللي هو إزاي؟ حركة أهي وبعدين كده وبعدين كده. ده حرف الباء. الطريقة دي مع الأطفال أكثر منها للكبار هتكون مميزة جدا وهتفهمهم شكل الحروف. ده حرف باء وده حرف تاء وده حرف ايه؟ ثاء. النقاط عندنا في خط الركعه نقطه نقطتين ثلاث نقاط. هم. تمام يا شباب؟ حتى الثلاث نقاط احنا ممكن نجيبهم من هنا بس لحظات وتخليك معايا. عندنا حرف ايه؟ حرف الجيم. هناخد الضلع ده مع جزء من الضلع ده تمام؟ وهتيجي تعمل لي حركه حركه. بقت حرف ايه؟ ها. نفس المثلث نفس المثلث اللي احنا قلنا عليه اهو ما عملناش حاجه اهو حركه او هي حركه بتاعت علامه في الميه نعملها تاني هنعملها تاني وبعد كده حركه الاعلى اهي وبعدين بنوصل دي بدي بقت حرف ايه؟ بقت حرف ج إيه؟ احنا بنقول للناس المبتدئين الناس المحترفين بقى واللي عايزين يحسنوا خطهم بشكل احترافي خليك معايا للاخر برضه وما تقلقش طلبك عندنا برضه علامة في المية اهي اللي هي العلامة دي تمام وهنا رجعنا لورا تمام وبعد كده عملنا ايه حركة حركة مثلث صغير بقت حرف ايه جيم وحاء وخاء هلا هل ده سهلة جدا يا استاذ محمد اه سهلة جدا وما انا بقول لك ايه بنجيب لك من الاخر طيب حرف ايه تاني حرف ايه تاني الدال حرف الدال عبارة عن ايه حركة حركة بتاخد نص الضلع ده ونص الضلع ده بقت حرف دال ازاي حركة حركة نفس درجة الميل اللي احنا ايه بنتكلم عنها اللي هي دي ودي برضو حرف ايه ذال دي طبعا حرف ج جي جيم وحاء وخاء تمام وده حرف دال وذال اهو طيب ماشي ايه بعد كده حرف الراء ما تيجي هنا نص المسافة دي كده وتعمل كده. نص المسافة وعملت كده. بقت حرف إيه؟ بقت حرف راء. نص المسافة وعملت كده وحطيت النقطة هنا بقت حرف إيه؟ داي. طيب ماشي. حرف السين بيجي إزاي؟ حرف السين يا أستاذ محمد إيه؟ أنت كده مش هتعرف تيجي حرف السين، لأ أقول لك بيجي حرف السين إزاي. من هنا كده أهو من هنا كده تعالوا من هنا ونعمل سنة كده، وبعد كده حركة حركة حركة، أو من هنا كده وعملت سنة أهي بتاعت حرف الباء، وبعدين حركة حركة حركة، ده حرف إيه؟ س، بيجي إزاي؟ حركة أهي من هنا لهنا، ومن هنا عملت حركة حركة حركة. سنه بقت سين الثلاث نقاط في خط الرقعه حركه زي دي وبعد كده حركه صغيره بقت حرف ايه؟ بقت حرف شين، طيب حرف الصاد يا استاذ محمد؟ حرف الصاد اهو هتوصل دي بدي اهو وهتجيب الكاسه بتاعتنا حركه 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 او تجي من هنا صاد حركه اهي بقت صاد ازاي؟ حركة حركة وهتجيب حرف السين تعمله كده اهي السين اهي وبعدين حركة 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 الموضوع سهل جدا بس خليك معايا للاخر خليك معايا للاخر هتتفاجئ برضه ده حرف ايه؟ صاد وضاد طيب ماشي صاد ضاد طاء طا حرف الطاء بيجي ازاي يا استاذ محمد ما تيجي بقول لك ايه؟ تعال وصل دي بدي كده اهي ومشي قدام شوية وحط حرف الألف وحطه لي هنا كده، بقت حرف إيه؟ طاء، حركة، أهي، نفس الحركة بتاعت حرف الراء، وبعد كده حركة، حركة، وحط لي الألف بتاعي هنا، بقت حرف طاء، أهي، شايفين؟ درجة الميل واحدة، درجة الميل واحدة، أهو. درجة الميل هتمشي معانا باستمرار حتى في الدورة اللي احنا بنحضر لها برضو هتبقى درجة الميل معانا ايه؟ باستمرار، ده حرف الطاء والظاء. لسه معانا حروف تانية يا أستاذ محمد. العين، حرف العين بنيجي نعمل ايه؟ شايف الجزء اللي احنا قلنا عليه بتاع حرف الجيم ده؟ عملنا كده وجبنا كده. طب ما تيجي نعمل كده، ناخد الضلع ده، نصف الضلع ده مع نصف الضلع ده كده، وتيجي تعمل لي رقم اثنين هنا. بقت حرف ايه؟ بقت حرف عين وغين، طيب تعالوا نعملها هنا، الموضوع سهل جدا بس أنا عايزك بس ايه؟ تركز معايا كده وتسيب اللي في إيدك وتخليك معايا واحدة واحدة، أهو الحركة بتاعتنا أهي علامة في المية، لو حطينا هنا نقطة وهنا نقطة تبقى علامة في المية، علامة في المية دي ممكن نجيب منها ايه؟ حركة حركة كده أهي ونعمل منها حرف عين. رقم اتنين كده بقت حرف ايه؟ بقت حرف عين وحرف غين علامة في المية اللي احنا جبناها اهي تاني ومشينا كده اهو تاني ممكن نجيب منها حرف ايه؟ الجيم اللي هو ايه؟ حركة حركة ده الجيم وحاء وخاء ايه ده؟ ده الموضوع سهل جدا اه الموضوع سهل جدا بس خليك معايا للاخر <applause> الموضوع سهل ان شاء الله طيب حرف ايه تاني معانا؟ الضاد والضاد والسين والصاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء يا استاذ محمد مش عارف تجيبها مش هنعرف نجيبها ازاي اهو هتيجي تعمل لي هنا كده نقطه وتلف حواليها وتاخد ربع المثلث ده ربع الضلع ده وتمشي اهو وتمشي من ربع المثلث الثاني وتحط النقطه بتاعتك هنا ايه ده ده سهل جدا اهو مشيت اهو وكانك بتعمل حرف باء وعملت الجزء ده بدل ما تعمل الجزء ده لتحت هتيجي تعمل اهي واهو حرف فاء، حرف فاء بتعمله ازاي؟ نقطة وبتلف حواليها وبعد كده بتمشي باتجاه سطر الكتابة بالشكل ده وبتوصل دي بدي والنقطة بتاعتنا هنا. طيب ماشي، حرف القاف بنمشي لنص المسافة وبنطلع لفوق. أهو عملنا حرف النقطة ولفينا حواليها وخدنا الضلع ده ربع ربع الضلع ده ومشينا أخدنا نصف الضلع وبعدين طلعنا لفوق وبعد كده عملنا الحركه دي تعال نعملها هنا احسن اهو نقطه ولفينا حواليها وعملنا لها رقبه ومن هنا مشينا لمسنا سطر الكتابه ما بنمشيش المسافه دي كلها بنمشي نص المسافه وبعد كده بنطلع لفوق وبنعمل حركه نعملها تاني النقطه وبنلف حواليها وبعد كده بنمشي لقدام نلمس سطر الكتابه ما مشيناش كتير طلعنا لفوق ونزلنا لتحت بقت حرف ايه قاف بقت حرف قاف طب يا محمد انا لسه صغير انا عايز اعملها بالنقطتين نقطه وبنلف حواليها اهي وبعد كده بنمشي مسافه شايفين المسافه هنا حطينا هنا نقطه حطينا هنا نقطه حطينا هنا نقطه حطينا هنا نقطه الواضح من الامر ايه ان لازما قبل الحرف اهو بنرفع الحرف عباره عن نقطه عن السطر من البدايه من بدايه الحرف بنرفع الحرف نقطة عن بدايتنا، وبعد كده من هنا طلعت لفوق، والنقطتين في خط الرقعة أهم. طيب يا محمد هو كده صح ولا كده صح؟ يا سيدي الاتنين صح، اعمل أنت الصح اللي يعجبك أو اللي من وجهة نظرك. اللي من وجهة نظرك صح اعمله، أنت هتيجي تقول لي إن هو الصح لك ده. واحدة واحدة هتكتب معايا الحروف زي ما هنكتبها كمان شوية. خليك معايا للنهاية وركز معايا. حرف الكاف حرف الكاف بيجي ازاي يا استاذ محمد؟ تعالى هات لي نصف الضلع ده كده وامشي اهو وبعدين امشي كده وحط ايه؟ الهمزه بتاعتك هنا بقت حرف ايه؟ كاف تعالوا نعملها هنا حركه بتاعت حرف الالف وبعدين مشينا اهو طلعنا لفوق وبعد كده حطينا ايه؟ الهمزه بتاعتنا. طيب ليها شكل تاني الحركه بتاعت حرف الالف اهي يا استاذ محمد وبعد كده مشينا حرف الباء الجزء بتاع حرف الباء وبعد كده طلعنا لفوق هنا، وحرف الدال ده هاجي أحطه في المنتصف هنا كده، بقت حرف إيه؟ بقت حرف ك، أهو، درجة الميل واضحة يا شباب، أهو، طيب حرف اللام بناخد نصف الضلع ده وكده وبنمشي من هنا، إزاي؟ أهو، سهلة جدًا، حرف أ، ومشينا باتجاه سطر الكتابة كده، ثم طلعنا للأعلى نصف. أهو يعني المثلث ده هناخد منه كل الحروف. حرف الميم بيجي إزاي يا محمد؟ بيجي إزاي؟ حرف الميم بتيجي تحط هنا كده شرطة بتاعت حرف الميم أهي وبتنزل لتحت. إزاي؟ حركة بتاعت حرف الدال أو حرف الباء وبتيجي هنا كده نقطة وبتلف حواليها أهي وبعد كده بتجيب حرف ألف من ده حرف ألف أي حرف ألف وبتحطه تحت السطر من هنا. تاني م نقطة وبنلف حولها وبنمشي من تحتها وبنعمل السنة اللي قدام، وبعد كده بننزل تحت السطر بالشكل ده. سهلة؟ سهلة. حرف النون عبارة عن إيه؟ بناخد من هنا كده حركة حركة حركة، ونحط النقطة بتاعتنا هنا. حركة حركة حركة، ونحط النقطة بتاعتنا هنا. شايفين درجة الميل؟ أهي. بعيدوا بكرر الشباب ان ده للمبتدئين هتدخل معانا بعد كده على الدروس اللي هتبقى ايه عايزه تركيز شويه ده الموضوع ده احنا بنعمله للناس الايه المبتدئين حرف النون طيب ماشي عايزين نعمل حرف النون بشكل تاني يا استاذ محمد ممكن حركه 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 بقت حرف ايه بقت حرف نون وسهله تعال نطلع لفوق شويه كده اهو حرف نون بشكل تاني يا استاذ محمد انت قلت لنا على حرف نون بشكل تاني حركة 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 ده حرف نون أيوه ده حرف نون ومعروف ومشهور جدا حرف النون ده شكل حرف إيه؟ شكل حرف الـ بالإنجلش تعالوا لي بقى هنا وعايزين نعرف حرف الهاء بيجي إزاي؟ هقول لك بيجي إزاي؟ من هنا هناخد الضلع ده وننزل تمام؟ وبعد كده من هنا حركة 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 ومشينا بقت حرف إيه؟ بقت حرف هاء تعال نعملها تاني حركة 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 وحرف هاء وحركة بقت حرف إيه؟ بقت حرف هاء. طيب ماشي عايزين نعمل الهاء المفردة حركة حركة وناخد الضلع ده أهو حركة بقت حرف تاء مربوط أو هاء أهي. الحرف اللي بعد كده اللام ألف بناخده إزاي؟ تعالوا نعمل هنا كده أهو 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 اللام ألف هناخده إزاي؟ حركة حركة ونعمل ده هنجيبه تاني هنا. حركة 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 بقت إيه؟ بقت حرف لم ألف. الياء بنجيبها إزاي؟ تعال نعمل برضو إيه؟ نفس المثلث اللي إحنا إيه؟ ماشيين عليه أهو. حرف الياء بيجي إزاي؟ عبارة عن إيه؟ حركة 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 حركة. إزاي يا أستاذ محمد؟ حركة 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 أهي اللي ابنه مستفيد معانا من الدروس دي يا ريت يضغط لايك ويسيب ويعمل اشتراك في القناة إن شاء الله المرحلة الجاية هنعلى بالمستوى والمستوى هيكون أفضل من كده بالنسبة لحضراتكم بإذن الله أهم حاجة تتمرن معانا واحدة واحدة ما تجريش اتمرن معانا واحدة واحدة ما تجريش أهو حرف الياء يا محمد أنت عملته حركة 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 أما تمشي شوية في الدروس ومستواك يتقدم شوية هنقول لك إيه؟ حرف الياء حركة حركة أهي حركة كده الدورانات دي الدورانات دي صعبة عليك دلوقتي الدورانات دي صعبة عليك دلوقتي وبرضه ما هتمشي شوية هنقول لك حرف العين عبارة عن رقم اتنين بالشكل ده أهو وبعد كده بنعمل دوران أهو بالشكل ده وبعد كده بننزل تحت السطر وبنمشي أهو لو قلت لك من دلوقتي الشكل بتاع حرف العين ده هو الصح هتقول لا انت مصعب عن الامور لكن لما اقول لك من دلوقتي ان حرف العين عباره عن رقم اتنين وعلامه في المية وبعد كده بتمشي اهو بالشكل ده على فكره يا شباب في ناس كتيره جدا عامله قنوات وبتاخد الكلام بتاعنا ده وبتاخد الحروف بتاعتنا وبتاخد الشرح بتاعت بتاعنا وبيبداوا ان هم يعملوا بها فيديوهات ويفيدوا غيرهم احنا مسامحين لان والله زكاه العلم نشره واحنا من البدايه عملنا للقناه دي واحنا قلنا زكاه العلم نشره ودايما باستمرار بنخلي في المقدمه ان اهم حاجه الناس تستفيد وبالذات الصغار الصغار اللي مش لاقيين حد يدرس لهم خط عربي بشكل سليم او يحسن من خطهم لان دايما الواحد بيشوف باستمرار خطوط ناس يعني بي يعني بيكون زعلان جدا من خطهم وان ما فيش حد بيحاول يحسن من خطهم الطريقة اللي احنا قلناها النهاردة يا شباب تصلح لجميع الاعمار حتى الناس الكبيرة في السن حتى الناس الكبيرة في السن اهم حاجة امشي معايا واحدة واحدة هتعرف شكل الحروف احنا عملنا من حرف الالف لحرف الياء من الالف للياء جميع الحروف عملناها بهذا الشكل يبقى المثلث ده او المثلث عشان في بعض الناس يقول لك يعني اتكلم لغه عربيه فصحى المثلث هذا المثلث هو باختصار خط الرقعه اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم وهي الحلقه الحلقه بتاعت النهارده طويله شويه ولكن ان شاء الله مليانه معلومات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه اترككم في رعايه الله وامنه كان معكم محمد ابو المجد من قناه عشاق الخط العربي على اليوتيوب مع السلامه